يعني خلينا نبتدي بظاهرة أو كارثة ما يسمى بالأوفر برايس. إلى أي تاريخ ستظل الدولة كأنها مش شايفة الظاهرة، وكأن المواطن بيقسم مع صاحب المعرض وهو بيمضي على أنه ما خدش منه فلوس، أو بيمضي على ورقة أنه استرد الفلوس دي كاش لو حصل تحويل بنكي. وكانت زمان يعني تفرق عن التوكيل 5000 10000، النهاردة عدينا 500000 جنيه بتهيألي. أنا معاك. بص، مبدئيا السوق المصري الحقيقة سوق من الأسواق ملوش معايير ثابتة. اللي إيه؟ ده نمرة واحد، ملوش معايير ثابتة. ملوش معايير ثابتة. يعني أنت من الصعب أنت من الصعب جدا إنك أنت تقدر تقول تعمل حساباتك على السوق المصري. دي حاجة تحزن. ده حاجة. الحاجة الثانية طبعا عندنا مشاكل كتيرة في السوق المصري الحقيقة، إن إحنا ما عندناش إحنا اقتصاد حر، فمن الصعب إن الدولة تقدر إن هي تاخد موقف تجاه التجار في الاقتصاد الحر، كل واحد بيعمل التسعير اللي هو عايزه. كان في تدخل قبل كده الحقيقة من جهاز حماية المستهلك في إن هو في التسعير الخاص بالوكيل إن يحط معاه هامش ربح معين للموزع المعتمد، واليد الثانية طبعا ده بيبقى في عندك موزع معتمد وعندك تاجر. التجار الحقيقة أنا بعتبر التجار مساكين، لأن التجار الحقيقة اللي هو بياخد من الموزع المعتمد بيزود عليها مش ربح 5 أو 10 آلاف جنيه زيادة، لكن الموزعين المعتمدين هم اللي بياخدوا كامل الربح بالكامل. الدولة طبعا مش قادرة تعمل حاجة بالنسبة للأوفر برايس، بالرغم ان هو توحش بشكل غير طبيعي. طبعا التجار مساكين لو كانوا ما بيعملوش اوفر برايس. لا التجار، لا ما عايزين نفرق حضرتك ما بين الموزع المعتمد والتاجر. التاجر ده التاجر الصغير اللي فتح في الشارع. هو في تاجر فتح في الشارع بيبيع عربيات موديل 23؟ لا، ما 23 ده انساها خلاص، 23 دي مش جايه مصر غير انتاج محلي.